بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين قناتنا قناة المطبخ ونسمع أم ملك. الأول كده نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل المحشي للبنات الجديدة اللي لسه، يعني في ناس في تكات كده وحركات عايزين نتعلمها في المحشي. طبعا في ستات حلوين شاطرين أشطر مني كمان، بيعملوا أحسن مني. بس أنا كنت هعمل محشي فقلت أعمله معاكم بالمرة. أنا هعمل محشي كوسة وهنعمل محشي كرنب مع بعض دلوقتي، وهنعمل محشي فلفل. فتعالوا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول الكوسة بتاعتنا طبعا اهي احنا مقورينها كده ومخلينها شكلها حلو. طبعا الحاجات اللي بتقول ديت بالمبشرة كده تعملي كده بتبقى معاكي كده. في ناس بقى ما بتحبش القشر ده، بتقشرها عادي، هي حرة. طبعا هنستفاد من القلب اللي جوه مش هنرميه. هنعمل فيه ايه؟ انا بحطه هنا اهوت في قعر الحلة عشان خاطر المحشي بتاعنا ما ينزقش. وطبعا حابة تزودي انتي بقى طماطمايه بصلايه هتقطعيها طرنشات كده، فلفلايه، طبعا كل دوت ايه بيطلع ريحه حلوه ايه على المحشي بتاعنا. تيجي بقى لخلطه المحشي. خلطه المحشي طبعا في ناس بتعملها ني في ني، زي ما قلنا خلطه المحشي في ناس بتعملها ني في ني وفي ناس بتعملها. انا ما بعملها كده. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا غسلت الرز بتاعي تمام كده المقدار اللي انا عايزاه، طبعا على قد كميه المحشي اللي انا عايزاها. وسبكت الطماطم. طبعا تسبيك الطماطم عادي، بنعصر الطماطم وبنقطعها وبنعصرها وبنسبكها على النار تمام كده. وبعدين بحطها هنا على الرز. قبل بقى ما احط الخضره واحط البصل بحط الطماطم بتاعتي اللي متسبكه خلاص، وبحط التوابل بتاعتي، بحط ملح وفلفل اسمر وكمون وبهارات وبابريكا، اي توابل انت حابه تضيفيها اضيفيها. وبعدين بقطع البصل بتاعي، البصل اللي انت عايزاه. انا بحب الخضره اخر حاجه خالص بحطها على الرز الخضره تمام. وطبعا بنحط زيت. انا بحط زيت على الرز ليه بقى؟ لان الرز لما بتحطي له زيت المحشي بتاعك هيطلع مفلفل وحلو. بحط طبعا سمنه في الحله لما المحشي بتاعي بيتشرب. بحط ايه؟ بحط معلقتين سمنه كده حلوين. وعامله عندك طبعا ممكن المحشي هنسقيه بايه؟ عندنا شوربه لحمه هنسقيه، عندنا شوربه فراخ هنسقيه تمام كده. طب افرضي ما عندكيش هتعملي ايه؟ مش هتعملي المحشي؟ لا طبعا هنعمله. هنعمل ايه؟ هنعمل ميه بملح بمرقه. بس انا يا جماعه بص، عشان برضو ايه ما بقاش اكذب عليكم، انا ما بفضلش المرقه في المحشي، ما بحبش طعمها، مش عارفه ليه، بحس ان هي بتدي طعم الفراخ كده، بتغير طعم المحشي تمام كده. ونحط طبعا صلصه طماطم، صلصه الطماطم بتاعتنا اللي احنا عاملينها. وبنحط ملح وفلفل وبهارات وورق لورو وبصل وطماطم وحته دهنه صغيره. انا عندي دهنه في التلاجة، دهنه اي دهنه عندك في الفريزر، اكيد كلنا عندنا دهنه في الفريزر اللي هي الدهنه البلدي بتاعتنا الحلوه دي، بتحطي حته كده بتغير الطعم خالص. ده الكلام ده لو ما عندكيش شوربه. تعالوا بقى ايه نحشي المحشي. انا بعمل محشي الكوسه. انا الاول كنت بعمله كده، او ممكن تعمليه في صينيه زي ما انت عايزه وترصيه، لكن دلوقتي بقيت بعمله هو واقف كده تمام كده. بصوا انا بحشي المحشي بتاعي عادي كده خالص. انا بتكلم بسرعه معلش، مش عايزه الفيديو يعني يطول معاكم في الوقت تمام كده. ساعات برضو لو انت مثلا مشغوله او كده ممكن تعملي المحشي من بالليل عادي خالص، بس ما تحطيش عليه شوربه ولا ميه ولا اي حاجه، انت هترصيه بس في الحله وتحشيه تمام. تاني يوم على طول تطلعيه من التلاجة بتاعتك وتحطي الشوربه وتحطي الميه بتاعتك وتطيبيه عادي تمام. انا هكمل الحله بتاعتي كده، هوقفهم كده وهوريهم لكم. على فكره الطريقه بتاعت الرصه دي بتاخد كميه كبيره، يعني الحله دي صغيره يا جماعه بس بتاخد 2 كيلو محشي معايا، 2 كيلو كوسه، 2 كيلو بدنجان كده يعني. لما كنت بحط المحشي كده اهوت في الارضيه كده فوق بعضه، ساعات كان يطلع معجن، ساعات كان يطلع مش 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 الحله ما تكفوش تمام كده. انا هكمل الحله بتاعتي معاكم وهرجع لكم تاني عشان تشوفوها الرصه بتاعتها عامله ازاي. ورجعنا لكم تاني بعد ما حشينا المحشي بتاعنا. بصوا كده انا عملت الكوسه اهي، شايفينها كده؟ انا موقفاها كده في الحله هي والفلفل، وحطيت بصلايه تحت وحطيت على الوش قرن فلفل، قرن في شطه كده حلو، وطماطم، وطبعا البصل تحت. اللي حابب يحط فصين توم، انا حطيت فص واحد بس. العيال عندي مش بيحبوا طعم التوم في الاكل خالص نهائي، فانا حطيت واحد بس عشان خاطر النكهه بس والريحه تمام كده. اهو شايفينها، على فكره حطيه ما تقلقوش يعني. طبعا الكوسه انا مش حشيها للاخر، سايبه حبه كده صغيرين.
في كل صوبة عشان خاطر تطيب. طبعا انتوا عارفين الرز بيزيد، ما تقلقوش طبعا، انتوا مفكرين الحلة كده يعني مكبوسة، لا هي مش مكبوسة، هي تهيألكوا بس عشان خاطر الحاجات اللي على الوش. انا بعمل فيها المقدار ده كل مرة وبتطيب وتطلع حلوة. طبعا الكوسة عارفين بتنزل مية، فمش هنكتر الشوربة بتاعتنا، يعني الكوسة هنحط لها الشوربة بتاعتنا لحد النص. انا برضو لما اجي احطها على النار هوري لكم المقدار الشوربة اللي انا حطيته قد ايه. تمام كده، وادي محشي الكرنب بتاعنا اهوت. معلش يا ملك نزلت، انا كنت عايزه اصور لكم المحشي وانا بحشيه طبعا، بس اللف سهل يعني انتوا عارفينه. حطيت تحت كده، باخد ورقتين خضر من اللي احنا بنرميه دوت، بسلقه برضو في السليق عادي الكرنب، وبحطه تحت، وقطعت بصل تحت، وقطعت على الوش فلفل وطماطم. على فكره يا جماعه الفلفل بيدي طعم كده وريحه حلوه لما المحشي بيطيب، بتشمي ريحه الفلفل بتبقى طالعه ريحتها حلوه. طبعا المحشي يا دوبك بنغطيه بالميه، برده هوريلكوا الشوربه بتاعته واحنا وهو على النار عشان خاطر ما يعجنش منك. وطبعا سايبه حبه اهو في الحله اهوت عشان خاطر طبعا المحشي هيزيد، الرز بتاعنا هيزيد، فالمحشي هيزيد عشان يطيب براحته. ورصاه برضو ايه مش مكبساه جنب بعضه جامد، مهويه كده الصوابع جنب بعضها عشان خاطر ياخد راحته في الطياب. تمام كده، معلش انا قلت في اول القناه، طبعا انتوا عارفين ان القناه كانت اسمها المطبخ وانا اسمها ام ملك، بس انا غيرت اسم القناه خليته منوعات وفلوجات ام ملك عشان خاطر انا نزلت كام فيديو كده فلوجات مشتريات وكده اللي انت شفتها في رنين وفتح الله والكلام ده كله، ونزلت حاجات تانية حالات واتس وكده. فطبعا سألت كتير قالوا لك الفيديوهات ديت لو القناة لما تتفعل ان شاء الله، ان شاء الله لما قناتنا كلها تتفعل. فطبعا انا كنت كاتبه المطبخ وانا اسمع ام ملك، فطبعا الحاجات دي مش طبخ، كانت اللي قالوا لي اليوتيوب هيحذف الفيديوهات ديت. فانا رحت مغيره اسم القناه، سميته المنوعات وفلوجات ام ملك، اسم القناه دلوقتي منوعات وفلوجات ام ملك. تمام كده، عشان الغلطه اللي انا قلتها في اول فيديو، معلش الواحد بقى خد على المطبخ وانا اسمع ام ملك. تمام، هنزل في القناه حاجات حلوه كتير ان شاء الله، وصفات طبخ زي ما احنا طبعا المطبخ ده اساسي عندنا في القناه. هنزل فلوجات كتير، هنطلع مع بعض نتكلم مع بعض ان شاء الله في اي مواضيع انتوا عايزينها، اي وصفه انتوا عايزينها. هنعمل وصفات طبيعيه طبعا، للتخسيس، للجسم، مثلا لمرضى السكر، للقولون، الحاجات ديت ان شاء الله هنزل لكم حاجات كتير في القناه. زي ما قلت، اللي عايز يشترك في القناه يشترك في القناه عشان هو حابب محتوى القناه. قناتي قناه منوعات وفلوجات ام ملك. طبعا انا مش عايزه اطول عليكم، ان شاء الله هاخد هوري لكم زي ما قلت في من شويه الشوربه هتبقى واصله لحد فين. تمام كده، استنوني هرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما حطيت المحشي على النار. تمام كده، انا حطيت الشوربه بتاعتي، مش عارفه هي باينه في الكاميرا ولا لا، انا حطيتها لحد نص اهي شايفينها اهي، حطيتها لحد نص نص الكوسة. تمام كده، حطيت الشوربة بتاعتي وحطيت الدهنة، شايفين الدهنة المحمرة دي، انا هوريها لكم برضو انا عاملاها ازاي. تمام كده، ده بالنسبة لمحشي الكوسة، هغطيه بقى اهو، ده محشي الكرنب يا دوبك غطيته بالمية، شايفين كده، حطيت له برضو التوابل وورق اللورو والشوربه بتاعتي. طبعا هو فيه طماطم وبصل وفلفل والكلام ده كله، حطيت الدهنه بتاعتي شايفينها كده. في حاجه بقى ماما معلمها لي، اكيد انتوا عارفينها برضه يعني، بس احنا هنقولها برضو في الفيديو عشان احنا قلنا هنقول كل حاجه في الفيديو عن المحشي. طبعا المحشي لما بيغلي، محشي الباذنجان، محشي الكرنب او محشي ورق العنب بالذات، بنحط له ايه، بنحط له حاجه كده شايفين، صينيه كده المونيا او طبق او اي حاجه عندك، وبتغطيه. ليه بقى؟ عشان المحشي بتاعك ما يعلاش منك. تمام كده، ودي يا جماعه الدهنه ديت، انا كان عندي كميه دهنه كبيره في الفريزر، كانت واخده مكان، وكنت عايزه احط حاجات بصراحه في الفريزر، خدتها وسيحتها زي ما انتوا شايفين كده. سيحتها ازاي بقى؟ حطيتها على النار، دهنه اللي احنا بنجيبها من عند الجزار،
حطيتها على النار، وطيت خالص وسبتها لحد ما مسحت خالص، بقت عامله زي السمنه وفيها قطع كده دهن بقى. دي يا جماعه بصي بتسد معاكي في اي حاجه، يعني مثلا عندك صينيه بطاطس ومفيش لحمه تحطي حته دهنه من دي تغير لك طعم الصينيه خالص. محشي زي دوت تحطي منه، تحطي حته على الطبيخ تحمري بيها البصله بتاعه الطبيخ بتغير طعم الاكل خالص. فانا قلت برضه اوريها لكم عشان خاطر اللي عنده مثلا دهن ياما ومحتار كل شويه يطلع ويعمل. ودي ما بشيلهاش في التلاجة على فكره، انا شايلها بره عادي بره، ما بيجرالهاش اي حاجه لانها خلاص اتسيحت. احطها على البوتاجاز، حطها على الرخامه، في المطبخ، في اي حته. هسيب بقى المحشي بتاعي يستوي وهرجع لكم بعد ما اغرفه ان شاء الله. استنوني. محشي الكرنب بتاعي هو دخل في السوا، انا وطيت عليه وشلت الصينيه اللي كنت حطها او الطبق. على فكرة الطبق دوت انا قلت عشان خاطر لما المحشي ما يفكش منك، لان المحشي بيعلى مع المية فهتفك اللفة بتاعته دي، وقلنا بنحطه مع الكرنب وبنحطه مع ورق العنب. فانا شلت الصينية اهو وهدي عليه خالص بقى واسيبه يطيب براحته. والله العظيم يا جماعة مش عايزة اقول لكم الريحة طالعة عاملة ازاي وانا بصور لكم. ما شاء الله ما شاء الله، الف هنا وشفا يا رب على اللي هياكله. طبعا ده اوردر برضه انا مطلعاه عندي تمام كده. والمحشي برضو الكوسه في السوا انا وطيت عليه، هديت عليه النار. المحشي يا دوبك انا غطيته بالميه زي ما قلت لكم عشان خاطر ما يعجنش منك. ان شاء الله استنوني بقى لما المحشي يغرفه كده وشوف حلاوته وطعمته.